واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. الفيديو اللي قدامكم ديال مواطن كويتي كيشكي من غلاء المعيشة وانخفاض الرواتب وعايشين بالشهر على 1000 دينار فقط والحكومة لابسة نظارة من حديد ما تزيد حد. ولكن عرفتوا الراتب اللي هز فيه يدو شحال؟ هز 1000 دينار كويتي يعني 31,000 درهم مغربية يعني 3,020,000 ريال مغربية. دابا غادي نديروا الحساب للصالير ديال مغربي موظف بسيط كيتقاضى 5,000 درهم مغربية. غادي نحيدوا له منها 2,000 درهم. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. هذا 2,000 درهم كنحسبوها ديال الكرة إلا كان كاري، ولا غادي نحسبوها ديال أيضا شي قرض إلا كان عنده الدار بالكريدي. شحال بقات لنا هنايا؟ بقات لنا 3,000 درهم، 60,000 ريال. غادي نحيدو منها سيدي 500 درهم ديال الماء والضوء والانترنت. هذه إلا كانت عنده الانترنت، حنا كنفترضوا أنه عنده الانترنت. شحال بقى هنايا؟ غتبقى لنا 2,500 درهم. غادي نخصو منها 1,500 درهم ديال المعيشة، البوطة والزيت والماء والخضرة وزيد. أما اللحم غادي يولي من الرفاهية. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة أحداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش. ها هي 30,000 ريال ديال المصاريف ديال الماكلة. اللحم راه ما دخلناه، والدجاج يقدر يدخل ويقدر ما يدخل. شحال بقات؟ غادي نحيدو أيضا هنايا 500 درهم ديال المدرسة، وهذه قليلة راه تقشفنا بزاف. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هاي شحال غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، 500 درهم. دخلت عليكم بالله، هاد 500 درهم اش غادي يدير بها؟ مع العلم على أنه باقي شهر 30 يوم فيه، واش غادي يدير بهاد 500 درهم؟ دخلت عليكم بالله. دابا كنتسائل معاكم، وعطيناكم ماندا ديال الموظف بسيط كيتقاضى 5,000 درهم، وكاين في المغرب اللي كيتقاضى اقل، وهاد الناس اللي كيتقاضاو 2000 درهم ولا 3000 درهم رانا في الحقيقه خصنا ندير لهم تكريم ونسولوهم كيفاش كيدوزوا الشهر. دابا هاي 500 درهم اش غادي يدير بها موظف مغربي؟ اذا هنايا اشكال كبير جدا. واذا كان هذا الكويتي قال في الفيديو واحد الكلمه، قال على ان الحكومه عندهم دايره نظاره ما كتشوف، حنا نقول له قال الحكومه عندنا ما دايره نظاره. الحكومه لا عندنا عميه نهائيا، ولا ترى ولا تسمع هذا الاهات ديال هاد المواطنين البسطاء اللي كيتقاضوا اما 5000 درهم او اقل من 5000 درهم في ظل هذا الغلاء ديال المعيشه، وفي ظل اليوماتيه ديال التراكم ديال مجموعه من الالتزامات. خرجنا من العيد، دخلنا في العطله، غادي ندخلوا في الدخول المدرسي، غادي ندخلوا بزاف ديال الالتزامات التي تثقل الكاهل ديال الاسره المغربيه. ها انتم قدامكم ماندا اليوماتيه، حنا جبنا غير افتراضيا، وما كنتكلموش هنايا بصفتنا برلمانيين ولا بصفتنا اساتذه جامعيين، كنتكلموا بصوت المواطن البسيط باش نوصلوا الصوره ديال الواقع الحقيقي والذي للاسف لا يرتفع. وانا باش نختم ونقول على انه اللي كيحاول يطبل ويزيد في التطبيل ويقولنا على انه المغاربه في ظل هذه الحكومه لاول مره كيهزوا راسهم، كنقول له على انه المغاربه دائما هازين راسهم، هازين راسهم بتاريخهم العظيم، هازين راسهم ملكيتهم، هازين راسهم لانهم شعب ابي، هازين راسهم وما عمرهم كنا نكسوا راسهم ولا غادي ينكسوه ولا عمرهم غادي يحضروا راسهم. وليست الحكومه هي من ترفع راس المغاربه او اي كيفما كان الشخص، لانهم هادو كلهم كيدوزوا والثوابت باقيه. الله، الوطن، الملك، المغاربه دائما غادي يضلوا هازين راسهم. ولكن مع هاد الحكومه هادي ومع هاد الصالير ومع هاد الالتزامات، مع العلم على انك الا مشيتي تطبب للسبيطار خاصك الفلوس، بعد تقري في المدارس الخصوصيه، بزاف ديال الالتزامات التي تثقل الكاهل وما كتحلهاش للاسف الشديد. لا 5,000 درهم ولا حتى 10,000 درهم. ولكن احنا جبنا لكم اليوم قياس، قسنا على حاله معينه وهي حاله لعموم المواطنين المغاربة، آلاف الموظفين البسطاء، آلاف الأجراء، وقس على ذلك. تحياتي لكم. بالمناسبة ما بغيش نفوت هذه الفرصة هذه باش نشكر الناس اللي وصلونا الجوج المليون متابع، كنقولهم شكرا لكم، شكرا على الثقة، هنيئا لنا لكم، نظلوا دائما على الدرب سائرون. تحياتي لكم، السلام عليكم.